واستراتيجيات متطلبات مادية وبشرية تشمل مؤسسات المجتمع كافة. بما أن الأديان السماوية تشكل في ذاتها جانباً ومكوناً أساسياً من مكونات وهويتنا الحضارية، إن الخطاب الديني أصبح مؤثراً مهماً في تشكيل وتوجيه أفكار وسلوكيات ومشاعر وأبدان أفراد أمتنا العربية والإسلامية بل والعالم أجمع. لا يتدل على ذلك من تنظيم هذا المؤتمر الكبير ودعوة هذه الكوكبة المنيرة لمناقشة هذه المحاور المهمة في أرض الكلام. إن تجديد الخطاب الديني هو الرسالة السامية التي تحملها المؤسسة الدينية على عاتقها وتقوم بها على خير القيام، ومزمننا تستمد قوتها وصلابتها من قوة وصلابة مؤسساتها العريقة الضاربة الجذورية في عمق التاريخ. والأثر الشريف ودار الإفتاء المصرية من هذه المؤسسات التي تقوم بدور كبير في الدفاع عن الهوية الإسلامية الوسطية ونشر الخطاب الديني المستنير في العالم ودفع قاطرة الأوطان نحو الاستقرار والتنمية. سادة الحضور، إن العالم كله يواجه حالة غير مستقرة وغير مسبوقة من التوتر والاضطراب والتحديات الكبرى التي طالت كل بقاع الأرض دون استثناء، سببت في زعزعة أقرار الدول والمجتمعات. مسألة الأخطر هذه التحديات في بروز التيارات الدينية فكرية متطرفة تعادي الأمم والشعوب، وقد بني هذا الفكر على مجموعة من الآراء والفتاوي الشاذة